قصفت الطائرات العراقية أو المدافع العراقية مدن على الأراضي التركية، كيف سيكون موقف الحكومة التركية هنا؟ وقارنه لنا مع موقف الحكومة العراقية الآن. نعم، شكرا جزيلا لكم والمشاهدين الكرام. بصرف النظر الحقيقة عن المقاربة، لكن على الأقل الآن تحديدا في هذا القصف، الموقف الحكومي قوي هذه المرة، وهذا أمر لافت إلى حد كبير. الحكومة العراقية اتخذت إجراءات على المستوى الدبلوماسي تعد هي الأفضل منذ سنوات، وهذا جيد، خصوصا أن سانده تأييد شعبي كبير، وبدليل أن تركيا نفسها رغم كل يعني ما تعمله في العراق الآن تبدو في وضع محرج إلى حد كبير، وبدأت تتذرع بأمور مختلفة، وأيضا تحاول أن تجد مقاربة دبلوماسية لحل هذا الإشكال. لكن هذا الأمر يجب أن يستمر ويتصاعد أكثر، والأهم أن العراق يستخدم الأوراق التي يملكها، وبالذات الورقة الاقتصادية، لأن الميزان التجاري بين العراق وتركيا هو لصالح تركيا إلى حد كبير، وهذه ورقة ممكن للعراق أن يستخدمها. فالآن الموقف إلى حد كبير أقول مشجع وينبغي البناء عليه، ولكن في كل الأحوال إذا تحدثنا عن علاقة بين دولتين، طبعا لا تركيا ولا غيرها تسمح للعراق ويمكن يعني تقوم بأعمال عدائية أكثر، لكن نحن في العراق بسبب إشكالات كثيرة، بسبب تدخلات حزبية وسياسية وسواها، يجعل الموقف دائما غير مسيطر عليه وغير يعني يرتفع إلى مستوى المسؤولية، وهذه مسؤولية داخلية. يجب أن نتفق جميعا على أن العدوان الخارجي من أي دولة على العراق هو عدوان على العراق بالكامل، على كل شعب العراق وعلى كل مقدرات العراق، بعيدا عن أي علاقة شخصية أو سياسية أو حزبية أو ما إلى ذلك مع هذه الدولة أو تلك. وبالتالي هذا العدوان الذي حصل الآن بهذه الطريقة هو مدعاة لأن نفكر بطريقة يعني أكثر، يعني نقول أكثر حدية حيال مثل هذه الاعتداءات، حتى لا تتكرر وحتى يفكر المعتدي أكثر من مرة قبل أن يقدم على عمل من هذا النوع.